نقل معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس سورونباي جيبينكوف رئيس جمهورية قرغيزستان وتمنيات جلالته لجمهورية قرغيزستان بدوام التقدم والازدهار. جاء ذلك أثناء استقبال رئيس جمهورية قرغيزستان في العاصمة بشكيك لمعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الاتحاد الآسيوي للبلاد ضمن جولته في عدد من دول منطقة وسط آسيا. ورحب فخامة الرئيس جيبينكوف بمعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة وحمله تحياته وتقديره إلى جلالة الملك المفدى وتمنياته لجلالته بدوام الصحة والعافية ولمملكة البحرين بمزيد من الرفعة والنماء. وأشاد فخامة رئيس جمهورية قرغيزستان بدور معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في قيادة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل النهوض بمنظومة اللعبة في مختلف دول القارة، مبديا ارتياحه للدعم الذي يقدمه الاتحاد القاري لدعم مسيرة كرة القدم في جمهورية قرغيزستان.